من العاصمة الإيرانية طهران، نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الجديدة التي نقدمها لكم ضمن تغطية الميادين للانتخابات الرئاسية الإيرانية. والبداية مع العناوين. احتفالات بفوز رئيسي في مختلف المحافظات الإيرانية، والرئيس المنتخب يعقد أول مؤتمر صحفي له غدا. مادورو في رسالة تهنئة للرئيس المنتخب: سوف نستمر متحدين من أجل تعزيز أوصار التعاون والأخوة. قلق إسرائيلي كبير، وبنت يعتبر انتخاب رئيسي جرس إنذار أخير للعالم. استمرار الارتفاع في مؤشر بورصة طهران بعد فوز رئيسي. طابت بالخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام. ماذا بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران؟ في تغطيتنا المتواصلة نرصد المشهد من هنا من طهران وبما هو أبعد من حدود إيران. كيف يتفاعل العالم مع انتخابه بين مهنئ ومرحب، وبين من يعيش قلقا كبيرا كما هو حال إسرائيل؟ في هذه النشرة ينضم إلينا الزميل أحمد البحراني من شمال طهران. كما سيكون معنا مايا اليوم في هذه النشرة مشاهدينا في استوديوهات الميادين في العاصمة الإيرانية طهران الدكتور محمد عنبري المحلل السياسي. أهلا بكم دكتور محمد. سلام عرض ادب و احترام. احييكم واحيي مشاهديكم الكرام وزملائكم الاعزاء. انا بخدمتكم وامل ان تكون حلقه ممتعه ان شاء الله. شكرا لوجودك استاذ محمد. الان انتخب السيد ابراهيم رئيسي، شهدنا يوم انتخاب نهار الجمعه، تم الاعلان عن النتائج بعد كل ما حصل مؤخرا. كيف يمكن وصف هذا المشهد الانتخابي والنتائج التي حصلت مؤخرا في ايران، بالرغم من كل ما ايضا احاط هذه الانتخابات من محاولات تشويه لصورتها، ضغط إعلامي خارجي كبير، توجيه أكثر من 250 وسيلة إعلامية تبث ضد الشعب الإيراني وضد هذه الانتخابات، حصل هذا المشهد، نجح هذا المشهد، كيف يمكن وصف ما حصل في الانتخابات الأخيرة؟ أنا أيضا اسمحوا لي أن أهنئ سماحة القائد والشعب الإيراني الشريف وكذلك كافة محبي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأحيي وأقدر عظمة الشعب الإيراني في 18 من حزيران الذي هو يعتبر تجديدا للبيعة مع نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكما عرفتم ورأيتم بأن في الأيام التي سبقت الانتخابات كان هناك ضغط هائل من قبل وسائل الإعلام المختلفة من عدة دول اجتمعت مع بعضها واتفقت ضد الشعب الإيراني ولثاني الشعب الإيراني عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع. ولكن ما حدث في 18 من حزيران هو تحدي كبير اعتاد عليه الشعب الإيراني، وكان نزولا هادرا إلى صناديق الاقتراع، والعالم رأى بأم أعينه كيف أن الشعب الإيراني يفعم بالأمل والاندفاع ويتناسى كل الضغوط وكل المشاكل ويتحدى كل الجهود الخبيثة التي كانت تنوي الحيث دون مجيئه إلى الصناديق، هذا بالإضافة إلى جائحة كورونا، والكل سعى الأعداء سعوا استخدام كل هذه الأدوات لثني ولتيئيس الشعب الإيراني ومنعه من الذهاب إلى صناديق الاقتراع. ولكن رأيتم كيف أن الطوابير اصطفت منذ الساعات الأولى خلف مراكز أخذ الاقتراع واستمرت في التدفق، وكان تحديا كبيرا. ونحن نعلم بأن الأعداء لا يهمهم إذا ما إذا الشعب صوت أم لم يصوت، ولكن الشعب أوجد وأحدث عرسا ثوريا كبيرا لن ينسى من في ذاكرة الشعب. دكتور محمد، سنتحدث أكثر عن ماذا بعد هذا الفوز، ولكن بعد أن نمر
قليلا على بعض الأخبار، حيث يطل الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي على الإيرانيين في مؤتمره الصحفي الأول يوم غد بحضور مراسلي وسائل الأعلام المحلية والأجنبية. وكانت المحافظات الإيرانية شهدت احتفالات بفوز رئيسي الذي حصل على نحو 62% من أصوات الناخبين. ينضم إلينا مراسل ميادين أحمد البحراني من طهران ليلقن لنا أجواء الشارع الإيراني بعد فوز الرئيس رئيسي وبعد كل هذه الاحتفالات التي تابعناها في الليل. نعم مايا، بحسب رصدنا لمواقع التواصل وبحسب مشاهداتنا الميدانية بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية من قبل وزارة الداخلية يوم أمس، هناك عدة قضايا وعناوين حقيقة تحظى بأهمية الإيرانيين، من بينها نسبة المشاركة الشعبية. مايا، خلال الأيام التي سبقت الانتخابات معظم وكالات الأنباء ومراكز استطلاع الرأي كانت تشير إلى أن هذه النسبة ستتراوح بين 40 إلى 48% كأحد أقصى، ولا سيما أيضا مؤسسة إسبا لاستطلاعات الرأي التي أشارت قبل يوم واحد من الانتخابات أن نسبة المشاركة قد لا تتجاوز 44%، بينما ما حصل هو أن المشاركة قاربت 50%، 49%، وبالتالي هناك من يقول أن التيارات غير الإصلاحية، التيار الذي يسمي نفسه بالثوري، استطاع تحشيد جماهيره في الشارع وأيضا تحشيد الفئة الرمادية والمترددة التي كان يعول عليها الإصلاحيون كثيرا خلال الأيام والأسابيع الماضية. النقطة الأخرى هي الخسارة الكبيرة التي تكبدها التيار الإصلاحي. مايا، منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن هناك 6 دورات رئاسية كانت، التيار الإصلاحي استطاع أن يفوز في 4 دورات رئاسية حتى قبل هذه الانتخابات، وفي الدورتين الرئاسيتين الذي خسر فيهما أيضا كان يحظى ب يعني نسبة شعبية تتراوح بين 20 إلى 35% حسب نتائج الانتخابات. في هذه الانتخابات مرشحه عبد الناصر همتي لم يحظى سوى ب 8% من الأصوات. النقطة الثالثة أيضا هي أن الكثير، العشرات من المدن التي كانت تحسب على التيار الإصلاحي صوتت لصالح إبراهيم رئيسي، وهذه النقطة أيضا حظيت بكثير من الاهتمام في الشارع الإيراني. في طهران التي ومنذ عام 1997 في كل الدورات الرئاسية كافة المرشحون كانت تصوت لصالح مرشحي التيار الإصلاحي، وهذه الدورة كانت فريدة من نوعها وغير مسبوقة. لأول مرة غالبية سكان طهران، غالبية الناخبين صوتوا لصالح مرشح من خارج التيارات الإصلاحية، حتى أن عبد الناصر همتي وفي مسقط رأس همدان لم يستطع الحصول على المرتبة الأولى وجاء في المرتبة الثانية. في مدينة سمنان أيضا مسقط رأس الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم أمس شهدنا احتفالات من قبل الآلاف من سكان هذه المدينة بفوز إبراهيم رئيسي. النقطة الأخرى أيضا والأخيرة ربما كما رصدناه هي تحسن العملة الوطنية الإيرانية خلال اليومين الماضيين بمقدار 3%. منذ الإعلان عن فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات العملة الإيرانية شهدت تحسن بمقدار 3%. قبل يومين الدولار الأمريكي الواحد كان يعادل 24,400 تومان، اليوم الدولار الأمريكي الواحد يعادل 23,700 تومان، وبالتالي هناك من يقول أنه
يأمل ويعرب عن تفاؤله بأن تستمر هذه الوتيرة، وتيرة تحسن العملة الوطنية التي تؤثر على أسعار كافة السلع والبضائع في السوق الإيراني، وأيضا يعني يمكن يتوقع القول أحمد أن يتمكن هناك حالة الرئيس الإيراني المنتخب إلى الاحتفالات التي رأيناها قبل قليل، وأنت ذكرت مجموعة من النقاط الهامة التي سنناقشها أيضا في هذه النشرة بعد قليل مع ضيفنا. ولكن أحمد، ماذا عن الاستلام والتسليم؟ كان هناك لقاء ما بين السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد والرئيس حسن روحاني، ولكن متى يتم تنصيب السيد إبراهيم رئيسي رئيسا رسميا للجمهورية الإسلامية في إيران خلفا للشيخ حسن روحاني؟ عبد الرحمن، بحسب الدستور هناك شهر ونصف حتى تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي واستلام مقاليد الحكم من الناحية العملية، لكن خلال هذه الفترة ويوم أمس أيضا الرئيس الإيراني حسن روحاني أشار إلى أنه سيقدم كل ما لديه من تجارب وسيعقد العديد من الاجتماعات المستمرة مع إبراهيم رئيسي حتى تسلم مقاليد الحكم في غضون 45 يوم من الآن. وأيضا في الجانب الآخر، إبراهيم رئيسي هو الآخر أكد أنه سيستفيد من تجارب حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني وسيبذل جهده ليتمكن من تنفيذ العديد من الشعارات التي أطلقها باقي منافسي في الانتخابات الرئاسية، لا سيما الشعارات التي أطلقها المرشح عبد الناصر همتي ومحسن رضائي وأيضا أمير حسين قاضي زادة، المرشحون الذين واصلوا التنافس حتى اليوم الأخير، وأيضا باقي المرشحين الذين انسحبوا قبل إجراء الانتخابات يوم الجمعة. نعم، شكرا لك زميل أحمد البحراني مراسل الميادين، كنت معنا من طهران وستكون معنا يوم غد لمواكبة المؤتمر الصحفي الأول للرئيس إبراهيم رئيسي، إذن يوم ظهر أو يوم غد ظهرا سنكون في تغطية أيضا مباشرة مايا من هنا من العاصمة الإيرانية طهران لمواكبة هذا المؤتمر الصحفي. صحيح، جدد الترحيب بكم دكتور محمد عنبري. ذكر زميل أحمد جزئية مهمة جدا، وهي بأن ربما هي للمرة الأولى في طهران يحصل رئيس غير إصلاحي على نسبة عالية جدا من المقترعين، ما دلالة هذا الأمر؟ أقول بأن ما فيما يتعلق بسماحة آية الله رئيسي باعتباره شخصا لم يتخذ مواقف واضحة تجاه الأجنحة السياسية، وفي مؤتمراته وفي مناظراته تجاوز موضوع الأجنحة سواء الأصولي أو الإصلاحي، بل حاول أن يظهر بعيدا عن التقسيم الجناحي والإصلاحي، لذلك هذا ما لفت انتباه المجتمع والشعب الإيراني. اسمحوا لي أن أعود إلى الوراء، فالذي دفع السيد رئيسي أن يدخل إلى معترك الرئاسي هو في المرتبة الأولى هو دعوات الشعب، أي أن تلقى دعوات عامة من الشعب وخاصة من الشباب لكي يدخل إلى هذا المعترك، وهذا الموضوع وموضوع الشباب حظي بالتأكيد واهتمام سماحة القائد، وكان مهمشا من قبل الحكومة الحالية، وفي الحقيقة كان ينوي إجراء تغييرات في السلطة التنفيذية، وكذلك محاربته للفساد واجتثاث جذور الكثير من الفساد عندما كان في السلطة القضائية. وفي السلطة القضائية السيد رئيسي كان يريد أن يعمم هذه الفكرة ويجتث أيضا جذور الفساد من موقع الإدارة التنفيذية، ونحن نعلم بأن قلب إدارة البلاد هو السلطة التنفيذية، لذلك فإن هذه النظرة استحسنها الشعب، فعندما نرى في شخصية فرد تموج الصداقة والثقة، وأن من يجذب ثقة الشعب هو الصداقة، فإذا ما راقبتم مناظرات هذا الشخص فإنه ظهر بأخلاق عالية وتعامل بكرامة مع سائر المرشحين،
ونرى بأنه تجاه مواضيع الأمور المختلفة في البلاد قدم برامج مدونة، وهو يخطط للتعامل وتفعيل قدرات الشباب الذي يؤكد عليه سماحة القائد منذ سنوات فيما يتعلق بالخطوة الثانية للثورة، وقدم أطروحة وخطوط عريضة لدخول الشباب ونهوضهم بالثورة. وهذه هي أمور ومضامين وأطروحات يؤيدها سماحة القائد. ونحن نرى في الخطوة الثانية للثورة فإن الدخول إلى بناء الذاتي للثورة وبناء حضارة إيران الإسلامية تتلقى دعم كبير من سماحة القائد، ويأتي السيد رئيسي يتبنى هذه الأفكار ويترجمها إلى أفكار عملية وتطبيقية، وهذا ما جعل الشعب والشباب يلتفون حوله واستطاع أن يستقطبهم. وإذا ما رأيتم شعار السيد رئيسي فيقول بأن حكومة الشعب وإيران القوية والثورية. وهذا هي شعار نقطة. موضوع الإصلاحيين الذي ذكرته قبل قليل الزميلة مايا أستاذ محمد هو لافت، يعني بالنسبة لطهران تحديدا سيد رئيسي اليوم يتصدر الأرقام، كما ذكر الزميل أحمد البحراني قبل قليل أنه حتى في مسقط رأسي السيد عبد الناصر همتي جاء في المرتبة الثانية خلف السيد إبراهيم رئيسي. هذه ربما تحتاج إلى تعميق معك، هل هذا يعني أنه التيار الإصلاحي في إيران فقد القدرة على تحشيد أنصاره في الانتخابات التي مرت، أم أنه السبب الانقسام الذي حصل عند التيار، مع الإشارة إلى أنه غالبية قادة التيار الإصلاحي دعوا إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع، منهم من قال بصراحة يجب أن ننتخب عبد الناصر مهمتي، ومنهم من دعا فقط إلى التوجه لصناديق الاقتراع، ما الذي حصل عند التيار الإصلاحي في هذه الانتخابات؟ نعم كما تفضلتم به هذا صحيح. في ما تجسد في شخصية الدكتور رئيسي هو في الحقيقة هو صفته الجهادية والعملية والبرامج التي قدمها، وكذلك سوابقه التنفيذية، والشعب هو يتعامل بذكاء وحنكة مع المرشحين. وكذلك نحن في أيام الانتخابات استلمنا رسالة هامة من سماحة القائد، وهو قال أي مرشح إذا ما أطلق شعارا فانظروا إلى تاريخه وأدائه الوظيفي، إذا كان يعمل بذلك فشعاراته صحيحة، وإذا ما نظرنا إلى سوابق السيد رئيسي فأنه عمل من أجل الشعب واجتذاذ الفساد، وهذا ما جعل حتى الكثير من قاعدة التيار الإصلاحي يصوتون للسيد رئيسي. وأكرر بأن السيد رئيسي تعامل بشكل تجاوز موضوع الأجنحة، وكانت نظرته نظرة شعبية، وأطلق شعار حكومة الشعب، وبهذا الشعار دعا الشعب للنزول إلى الساحة. والشعب عندما يرى شخصا يتكلم بصداقة وثقة وتاريخه السياسي وأداءه واضحا للكل وبروح جهادية وثورية، فهذا يجعل الشعب يثق به. وعندما يتحدث عن الشهيد قاسم سليماني بسعة صدر، ولكونه أيضا تلميذا للشهيد رجائي، وأيضا يدعو إلى تطبيق مفاهيم الشهيد رجائي، فإن الشعب يثق بهذا التدبير وبهذا الفكر، لذلك هو صوت له بهذه النسبة العالية لثقته بهذا الشخص وأدائه السابق. وبكل تأكيد فإن الأعداء حاولوا التأثير بشكل كبير على التأثير على الشعب وزرع اليأس في قلوبهم، ولكن الشعب لم يهتم بذلك، وفي الحقيقة صوت إلى الشخص الأصلح الذي يثقون به. تحدثنا أن يوم غد سيكون المؤتمر الصحفي الأول للرئيس رئيسي، ربما من خلاله سيشكر كل من صوت له، ربما سيعود ويذكر ببرنامجه الانتخابي. ما المتوقع من هذا المؤتمر أولا؟ وثانيا لا نعلم إذا كان سيتلقى أسئلة من الصحفيين أم لا، في حال خير لك أن تسأل الرئيس سؤالا ما الذي قد تسأله؟
خدمه شما عرض کنم که حالا کنفرانس مطبوعاتی المؤتمر الصحفي يوم غد هو سوف يكون احد المؤتمرات الصحفيه للسيد الرئيسي، وهو في الحقيقه بنظرته لبرامج الدقيقة والمدونة مسبقا، فأنه سوف يتطرق ويشرح أكثر هذه البرامج وسوف يعدد أولويات الحكومة الشعبية. نحن في انتخاب السيد الرئيسي رأيتم في الحقيقة بأن الصحفيين أيضا كانوا إلى جانب السيد روحاني وطرحوا مثلا مواضيع تتعلق بمثلا أداء الحكومة خلال 45 يوما، وهذا يبين بأن رؤيته للأشخاص هي تستند على الكفاءة والثورية، وهو يعتبر دور الشعب دورا أوليا ودور التحول، وهذه نقطة مهمة يأخذها بنظر الاعتبار السيد الرئيسي في برامجه. ولا جانب ذلك سوف يركز ويعلن الاهتمام على طاقات الشبابية التي لم تؤخذ بنظر الاعتبار، وإن شاء الله بحضور السيد الرئيسي سوف تجد مجالا للتعبير. ماذا تريد أن تعرف من الرئيس؟ من أجر بومواني؟ أنا إذا كنت صحفيا وشابا بالدرجة الأولى كنت أسأله عن دور الشباب في حكومته المستقبلية، وبكل تأكيد أنا أعلم بأنه لديه برامج مدونة ودقيقة لدور الشباب، لأن الشعب سمع الكثير عن هذه البرامج. إلى ذلك واصل مشاهدينا الرئيسي تلقي رسائل التهنئة، ومن بينها تهنئة من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وفي تغريدة له قال مادورو متوجها إلى رئيسي: سوف نستمر متحدين في العمل من أجل السلام وتعزيز أواصر التعاون والأخوة. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أبرق بدوره لرئيس مهنئا بانتخابه في مرحلة حساسة من تاريخ إيران، وشدد على أن هذا الفوز أحيا آمال الشعب الإيراني وشعوب المنطقة بالمستقبل وبالقدرة على مواجهة التحديات. وتوجه نصر الله إلى رئيسي بالقول: المقاومون والأحرار يتطلعون إليكم ويرون فيكم حصنا وسندا قويا في مواجهتكم ومقاومتكم ضد المعتدين. كذلك هنأ سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد رئيسي بفوزه في الانتخابات، متمنيا له التوفيق وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور. أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بعث ببرقية تهنئة إلى رئيسي، كما تمنى أمير الكويت نواف الأحمد الصباح في برقية: كل التوفيق لرئيسي ولإيران كل الرقي والازدهار. بدوره هنأ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد رئيسي بفوزه، فيما تمنى حاكم دبي محمد بن راشد للعلاقة الثنائية دوام الاستقرار والاستمرار والازدهار. إذن الكثير من التهاني تلقاها الرئيس إبراهيم رئيسي. أستاذ محمد، هنا نسأل عن هذه التهاني التي تلقاها السيد إبراهيم رئيسي من مجموعة من الدول العربية، خاصة نتحدث عن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بالرغم من أنه تعلم هناك اختلاف كبير اليوم ما بين إيران والإمارات فيما يخص سياسات، خاصة سياسات الخارجية، ودول عدة من الخليج يعني وجهت التهاني للسيد إبراهيم رئيسي. كيف ينظر السيد إبراهيم رئيسي إلى مثل هكذا تهاني؟ هل يعني يمكن القول يعني كيف ينظر إليها؟ يعني كيف يستقبل مثل هكذا تهاني؟ وهل يمكن البناء على مثل هكذا تهاني أم أنه من المبكر الحديث الآن عن العلاقات الخارجية في هذا الإطار؟ خدمت شما عرض کنم که آقای دکتر رئیسی زمانی که دکتر رئیسی عندما كان سادنا للروضه الرضويه في مشهد المقدس هناك شكل نائبا للشؤون الدوليه، وهو على حال كان لديه تاريخا في الجانب الدولي والحقوق، فلديه نظره كامله وشامله وبرامج مدونه لتحسين العلاقات الدوليه. وعندما كان في السلطة القضائية أيضا دخل وحاول أن يدلو بدلوه في المسائل المختلفة التي تختص بالعلاقات الدولية لكي يدعم نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونظرته تستند على المصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. والفريق الذي شكله في هذا الجانب
من الكفاءات والشباب والخبرات، ونأمل لهم النجاح في هذا المجال، فإن نظرتهم العامة وتوجههم وتعزيز السلام وتعزيز أواصر الأخوة خاصة مع بلدان المختلفة ولا سيما إخواننا في المنطقة على أساس المصالح المتبادلة. فما يراه السيد رئيسي هو تبادل المصالح المتبادلة بين البلدان وخاصة دول الجوار. حتى اللحظة الرئيس إبراهيم رئيسي لم يتلقى تهنئة من المملكة العربية السعودية، ربما تتأخر قليلا، ربما لا تأتي، لا نعلم. ولكن بالنسبة للرئيس رئيسي، كيف ينظر للعلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية، علما أنه في يعني أواخر عهد روحاني كان هناك نوع من تقارب بين البلدين؟ نعم، الشيء الذي هو في الحقيقة يعتبره الأفضل السيد رئيسي هو الحفاظ على مصالح إيران الوطنية والقومية والتعامل المناسب مع كافة الدول. وفي الحكومة السابقة كان الموضوع العام للسياسة العامة التي أبلغت من قبل سماحة القائد هو النهج والخطى العريضة كانت واضحة، والدفاع عن سيادة بلدنا والدفاع عن مصالحنا القومية. نحن لا نتعارف ولا نتعامل ولا نجامل أي دولة في المنطقة، والسيد الرئيسي أيضا سوف يكون كذلك. ونحن لا نعتمد على إذا كان بلدا أرسل تهنئة أو لم يرسل، نحن نتعامل بأخوة مع كل دول الجوار، وسوف نبني على علاقاتنا على أساس الأخوة والمصالح الوطنية، وكذلك على التعامل الأخوي. وسوف يكون السيد رئيسي أكثر ثباتا واندفاعا وتوجها، لأن رؤيته قريبة جدا إلى رؤية سماحة القائد في العلاقات مع دول الجوار. هذه الأخوة، هذه العلاقة برزت ربما في التهنئة التي أرسلها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بشكل كبير أيضا للسيد إبراهيم رئيسي. هنا نسألك أستاذ محمد، كيف سيكون شكل هذه العلاقة ما بين السيد إبراهيم رئيسي من خلال معرفتك بالرجل، لأنه من يسمع حديثك يعرف أنك تعرف أيضا الرجل وبرامج الرجل وكيف يفكر. كيف سيكون شكل هذه العلاقة ما بين السيد إبراهيم رئيسي وحزب الله المقاومة في لبنان وبقية حركات المقاومة في المنطقة، تحديدا حركات المقاومة الفلسطينية؟ أنا لست قريبا من السيد رئيسي، بل أنا شبابا من وأسعى للدفاع عن جبهة الحق التي حددها سماحة القائد في خطوة ثانية للثورة التي بناها على ضباط المرحلة الثانية للثورة وهم الشباب، وباعتباري من الجيل الثالث للثورة وأود أن أخدم مصالح البلاد، فإن النظرة الأساسية لولاية الفقيه وأسس الثورة التي قام عليها النظام المقدس منذ انتصار الثورة لحد الآن هي النظرة التي حفظت ودافعنا عنها، وسوف تكون نظرة السيد رئيسي استمرار وصيانة هذه الثورة وحفظ جبهة المقاومة وصيانة ودعم جبهة المقاومة، وكل دولة وكل بلد وكل تنظيم في هذا المحور وكل بلد يمد لنا يد الصداقة على أساس المنطق والعقلائية، فبكل تأكيد سوف يلقى دعما من حكومة السيد رئيسي. وأن شعار السيد رئيسي بعد حكومة الشعب ودولة إيران القوية هو دعم أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة وحفظ البلد، وتعاملنا مع كافة البلدان سوف تكون على أساس الاحترام المتقابل والمصالح المتبادلة. وإن شاء الله سوف نشهد مرحلة جديدة، ونظرة السيد رئيسي هي ابتداء نظرة إيجابية للعلاقات مع كافة الدول بعيدا عن أي
مواقف مسبقة، وفي المجال الدبلوماسي هو يتمتع بباع طويل ولديه معرفة كبيرة في العلاقات الدولية ورؤى قاطعة تستند إلى النظرة العقلائية. على كل حال اللافت أنه منذ انتخاب أيضا السيد إبراهيم رئيسي وهناك تحسن في بورصة طهران، هذا ما لمسناه مشاهدينا وهذا ما تدل إليه الأرقام، حيث واصلت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية وتيرة الانتعاش، حيث أغلق مؤشرها العام على ارتفاع 1689 نقطة إلى مستوى 1,163.721 نقطة. ارتفاع المؤشر إلى 14,300 نقطة جاء بدعم النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح إبراهيم رئيسي، في حين هبط مؤشر السوق الموازي 28 نقطة إلى مستوى 17,284 نقطة. إذن انتعاش لافت في البورصة أستاذ محمد، لماذا انتعشت البورصة بمجرد الإعلان عن فوز السيد إبراهيم رئيسي؟ خب آيت الله الرئيسي، طبعا السيد رئيسي نظرا لأنه في الحقيقة أعلن بأننا بمجرد تشكيل الحكومة ونبدأ بخدمة الشعب فسوف نهتم بالبورصة والإنتاج، دعم الإنتاج والسكن، هذه الأولويات الثلاثة التي أعلن عنها، والشعب يعرف بأنه صادق ويتعامل بجدية، والخبراء الاقتصاد والسوق خبروا السيد رئيسي، وأنا لست خبيرا اقتصاديا، ولكن ما يبين بالنظرة العامة بأن هناك حالة من الثقة العامة ولدت ضغطا كبيرا على سوق البورصة والسوق الموازي الذي أحدث هذه التغييرات الإيجابية، والنظرة العامة بأن المستقبل سوف يكون واعدا للشعب وللمؤشرات الاقتصادية في البورصة وللذين خسروا أموالهم وسيولتهم ورساميلهم في البورصة، وإن شاء الله بقدوم السيد رئيسي فإن الأوضاع سوف تتحسن، وإذا ما حاولنا أن نربط هذه الأمور من ناحية العلمية فربما لا نصل إلى نتيجة، ولكن رؤية السيد رئيسي للمستقبل لحل هذه المشاكل ولتعزيز البورصة وإبداع حلول إيجابية، هذا أرسل مؤشرات إيجابية أثرت على الرأي العام وعلى السوق الاقتصادية وأثر على البورصة بشكل طبيعي، أنا أعتقد هذا هو ما حصل. دكتور محمد سنتحدث أكثر بعد فاصل قصير عن معالم المرحلة المقبلة على إيران، ولكن مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. جديد أهلا ومرحبا بكم. كشف الخبير في استراتيجيات الدفاع الوطني في إيران هادي محمدي للميادين عن عقد اجتماعات في السفارتين البريطانية والفرنسية بطهران بحضور ممثلين عن 20 دولة عربية وإسلامية وغربية للتخطيط لتكرار أحداث العام 2009. منذ 3 أشهر عقدت اجتماعات بحضور 20 دولة عربية وإسلامية وغربية شكلت داخل هذه السفارات حتى لتكون كفتنة عام 2009، أي قبل 16 عاما، حتى أنهم كانوا يسعون وراء الاضطرابات في الشوارع وزعزعة الاستقرار الأمني في الداخل. هذه الاجتماعات أقيمت في سفارة فرنسا وسفارة بريطانيا في طهران، تم تشكيل 3 اجتماعات ونحن مطلعون على تفاصيل هذه الجلسات. محمدي شدد على أن الانتخابات أظهرت ولادة متجددة للثورة الإسلامية وقيمها المتجسدة بالسيد إبراهيم رئيسي، مشيرا إلى أن ما حصل في الانتخابات يفوق التقسيمات الإصلاحية والأصولية. ما حصل يوم أمس هو يفوق
الأحداث العادية ويفوق التقسيمات الإصلاحية والأصولية، أبعد من ذلك بكثير وحتى أبعد من الاتفاق النووي. وإذا ما فصلنا ومعنا في حدث يوم أمس ونتائج الانتخابات ومجيء السيد رئيسي وبرنامج السيد رئيسي الثورية والتوجهات الثورية التي ترتبط بشكل صميمي ورئيسي بالأربعينية الثانية للثورة لسماحة القائد. انطلاقا من هذا الكلام دكتور محمد عنبري المحلل السياسي، أسألك عن موضوع هذا التيار، التيار الثوري، بتنا نسمع به كثيرا خصوصا بعد وصول أو بعد ترشح إبراهيم رئيسي لهذه الانتخابات. ما هو هذا التيار بداية، ولماذا بتنا نتحدث عن تيار ثوري في خضم الاستقطاب بين التيارين الإصلاحي والأصولي؟ ما متعجب سؤالتنا شو مجددا؟ خصوصيات الجريان نعم، سأعيد عليكم طرح السؤال. كنت أقول بأننا الآن بتنا نتحدث في إيران عن تيار ثوري، يعني حديثا نتحدث عنه بكثافة جدا خصوصا بعد ترشح الرئيس إبراهيم رئيسي وخوضه هذا السباق. أسألك عن هذا التيار، ما هو هذا التيار ولماذا بتنا نتحدث عنه الآن في خضم الاستقطاب بين التيارين الأصولي والإصلاحي؟ بله، ما اشاره میکنم بنده به بحث اشير انا يجب ان اعود الى الخطوه الثانيه لاربعينيه الثوره. سماحه القائد اصدر بيانا وبرنامجا عاما يتضمن خطوط عريضه وبرامج للخطوة الثانية للثورة، ولكن للأسف لم تنفذ. نحن في الأربعينية الثانية لانتصار الثورة، دخلنا إلى الساحة الثانية والمرحلة الثانية من الثورة، وفي هذه المرحلة تم مأسسة الثورة، ولكن نحن يجب أن نهتم بالمجتمع ونبني تمدن إيران الإسلامي. أي يجب أن نهيئ للحضارة الإسلامية الإيرانية كهدفا أساسيا للثورة. هذا ما خاطب به سماحة القائد للشباب الثورة، وخاطب الكفؤين الأشخاص الذين يتمتعون بالصفات الثورية. وطبعا نحن لا نتجاهل الخبراء في النظام، ولكن إن قاطرة الثورة وماكينته المحركة ودماءه الحية هم الشباب الذي أشار إليهم سماحة القائد وخاطبهم. فعندما طرح سماحة القائد فإن الحكومة الحالية لم تهتم بالشباب، وأمل الشباب الثوري تعلق بمجيء ثورة جديدة، حكومة جديدة تقوم على أساس على أكتاف شباب الثورة وتتبنى تطلعات شباب الثورة وكفاءات الشباب وتفجر طاقاتهم وتعتقد بقدراتهم وتحترم قيم الثورة. ونحن نرى بأن هذا الاصطلاح الذي برز مؤخرا هو مثلا نحن نسمع عن اصطلاح الحجامة في الطب الإسلامي، ونحن بحاجة إلى هذه الحجامة في جسد الثورة لتجديد دماء الثورة، أي لإخراج الدماء الفاسدة وضخ دماء حية في شرايين الثورة، بعيدا عن الفساد، بعيدا عن المحسوبية، وبعيدا عن الاستئثار غير المشروع بالسلطة، ويكونون في خدمة الشعب ويهتموا بمعيشة الشعب. ولكن أستاذ محمد، هذه الثورة أيضا كانت بحسب السيد هادي محمدي بالأمس معنا في برنامج المسائية، كشف أنه هذه الثورة كانت تتعرض لمخطط قبل 3 أشهر، يقول أنه كان هناك اجتماعات بالسفارتين الفرنسية والبريطانية لتكرار أحداث عام 2009. في هذا الوقت نفس الدولتين تتفاوضان مع إيران في أفيينا. كيف تنظرون إلى هذا المخطط؟ ولماذا تسعى هذه الدول لاستهداف إيران بهذه الطريقة وتكرار هذا السيناريو؟ من خدمت شما باز رفرنس میکنم. أنا اسمحوا لي طبعا أعود إلى
توجيهات سماحة القائد الهامة بعد دخول الأربعينية الثانية ودعوة الشعب للذهاب إلى صندوق الاقتراع. فما دعا سماحة القائد على الانتخابات، فسماحة القائد أشار إلى هذه المؤامرات بشكل غير مباشر من المعاندين ومن الدول المعادية التي لم تنفك في توجيه الضربات للنظام وحياكة أنواع المؤامرات ضد النظام. وسماحة القائد أشار بشكل مباشر إلى أن جهات أخرى السيد محمد يتحدث عنها بصراحة وكشف مصادق منها. سماحة القائد قال بأن هناك برامج ومخططات تحاول إثارة الفتن وزرع الياس في قلوب الشعب، وأشار إلى وجود تيار في داخل البلد يدعم ذلك ويتبنى ويتعاون معهم. ولكن حكمة ودراية سماحة القائد وبصيرة الشعب ووعيه العالي واستنادا إلى البصيرة التي استلهموها من عمار بن ياسر وكذلك شجاعة مالك الأشتر، فإنهم استطاعوا أن يدحضوا هذه المؤامرات ويتعاملوا معها بذكاء وفطنة كبيرة. وموضوع البصيرة والوعي، فإن الشعب يرى الأفكار ويرى البرامج ولا يهتم بهذه المؤامرات وبهذا العداء. نعم، بالعودة إلى سياق نشرتنا، برزت المشاركة الواسعة في الانتخابات لأهالي محافظة خوزستان حيث بلغت نسبة الاقتراع نحو 48%. الأمر نفسه انسحب على محافظة سيستان بلوشستان، ما يكذب كل ما كان يقال ويعمل عليه بشأن وجود انقسام مذهبي في إيران ويسقط رهانات تحالف الحرب والتطبيع. علي الأحمر. أسقطت صناديق الاقتراع في إيران رهانات الخارج، قال الشعب كلمته ونزل بكل أطيافه وقومياته لرسم مستقبل إيران المقبل. فكان الفائز الأكبر في الانتخابات هو الشعب نفسه بحسب المرشد الإيراني السيد علي خامنئي. محافظة سيستان بلوشستان الواقعة جنوب شرق إيران على الحدود مع كل من أفغانستان وباكستان، والتي تعد من أهم المحافظات الإيرانية وأكبرها، لم تكن غائبة عن المشهد الديمقراطي. فنسبة التصويت في المحافظة التي يقطنها أغلبية من البلوش من المسلمين السنة تجاوزت 60% بحسب أرقام غير رسمية، رغم كل رهانات تحالف الحرب والتطبيع بأن تكون المحافظة صوت المعارضة عبر مقاطعة الانتخابات وقبلها من خلال استخدام العنف في مواجهة السلطة والجمهورية الإسلامية بشكل عام. هذه المحاولات فشلت، فالمقترعون السنة في إيران مثلوا مفاجأة كبرى حيث صوتوا بكثافة تقارب 70% بحسب مصادر غير رسمية. غالبيتهم صوتوا لمصلحة الرئيس الثوري إبراهيم رئيسي. وإذا كانت نتائج الانتخابات بشكل عام في إيران تمثل انتكاسة كبرى لتحالف الحرب والتطبيع في المنطقة ولإعلامه، فإن نتائج سيستان بلوشستان ستمثل بلا شك صدمته الكبرى، لا بل كابوسه، ولا سيما أن هذه الانتخابات تكذب كل ما كان يقال ويعمل عليه من وجود انقسام مذهبي في إيران وغياب وتغييب للسنة، لا بل أيضا غياب أصحاب الديانات والطوائف والقوميات المختلفة الذين كانت لهم مشاركة لافتة في الانتخابات، عبروا من خلالها عن تحملهم لمسؤوليتهم الوطنية. قلق تواصل إسرائيل التعبير عنه عقب نتائج الانتخابات الإيرانية. ووصف رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة نفتالي بنت اليوم انتخاب رئيسا لإيران بأنه جرس إنذار أخير للعالم. واعتبر نفتالي بنت عقب أول جلسة يترأسها لمجلس وزرائه منذ تعيينه في منصبه أن على القوى العالمية إعادة النظر في المحادثات بشأن اتفاق نووي إيراني جديد بعد انتخاب رئيسي، واعتبر أنه آخر نداء للاستيقاظ للعالم لتجنب اتفاق نووي جدي. وكان خبراء ومعلقون إسرائيليون قد أكدوا أن انتخاب رئيسي يمثل روح الثورة الإسلامية والمرشد الأعلى السيد علي خامنئي.
أصدقاء فوز السيد إبراهيم رئيسي بالرئاسة الإيرانية ترددت سريعا في إسرائيل. اهتمام عكسته تعليقات الإعلاميين والخبراء جاء مشبعا بمشاعر القلق والإحباط، أولا من فوز رئيسي من الجولة الأولى، وثانيا من فشل رهانهم السابق على انخفاض كبير في نسب الاقتراع. الإحباط الإسرائيلي انعكس في أولى المواقف الرسمية التي جاءت على لسان رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، حيث رأى عضو الكنيست رام بن باراك أن انتخاب رئيسي دليل قاطع على قرار المرشد السيد علي خامنئي بالتشدد في السياسة الخارجية والملف النووي، واصفا فوز رئيسي بالتحدي الكبير لإسرائيل. مكامن القلق من نجاح اليوم الانتخابي وفوز رئيسي انعكست أيضا في القراءة الإعلامية للحدث. الرئيس الإيراني المقبل الرجل دين يتبنى فكرة الثورة الإسلامية ويرفع راية دعم حلفاء إيران في الشرق الأوسط، الحوثيون في اليمن والجهاد الإسلامي في غزة، وبالطبع حزب الله في لبنان. هو معاد جدا للغرب وإسرائيل التي يصفها بالكيان الصهيوني المجرم. التوقيت الأكثر دراماتيكية الذي احتل فيه رئيس سدة الرئاسة الإيرانية بالتوازي مع المفاوضات النووية في فيينا جاء في صلب الاهتمام الإسرائيلي، مع توقف الإعلام عند تأثير الرئيس الجديد على عرقلة الاتفاق النووي. اختلاف المراقبين الإسرائيليين حول مدى تأثير الرئيس على سياسات إيران الخارجية والداخلية لم يحجب اتفاق قوم على أن فوزه يوحد مستويات السلطة كافة في بوتقة تفكير أيديولوجي واحدة متماهية مع المرشد، كما أن رئيسي عدو لدود لإسرائيل وداعم قوي للفلسطينيين وكل المحور المعاد لها. دكتور محمد، نعود دائما إليك، لماذا إسرائيل قلقة جدا من وصول السيد إبراهيم رئيسي لسدة الرئاسة هنا في إيران؟ بكل تأكيد فإن موضوع رؤية السيد رئيسي سوف تكون رؤية شاملة لحفظ نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصالح إيران في المنطقة، وبكل تأكيد فعندما يطرح موضوع الاتفاق النووي فإن رؤية السيد رئيسي هي تتطابق مع رؤية سماحة القائد وهي متقاربة ومتطابقة، لأن جوابنا هو قاطع بأن التمهيدات والالتزامات التي قامت بها إيران ولم يلتزم بها الجانب الأمريكي والأوروبي، وهذا هو ومن واجبهم ولم يقوموا بذلك وسلبوا هذه الثقة من الشعب الإيراني، وهو ليس يرتبط بالحكم وتوجه الحكومة، فالشعب فقد ثقته بالغرب وبأمريكا، وبهذه النظرة التي سوف يأتي بها السيد الرئيسي بكل قوة ويحفظ ويدعم المصالح الإيرانية ويطلب إزالة العقوبات، ونحن لا نثق بالجانب الآخر لأننا نرى تعامل غير جدي، وهذا الذي يدفع إسرائيل إلى الخوف. إسرائيل كانت قلقة دوما، ولكن اليوم هي أكثر قلقا لأنها ترى بأن السيد رئيسي جدا في دعم مصالح النظام في المنطقة. بالعودة إلى الأصوات وصناديق الاقتراع، كان لافت أهالي خوزستان أستاذ محمد أعطوا سيد رئيسي المرتبة الأولى، لماذا قرر أهالي خوزستان التصويت للسيد رئيسي بهذه النسبة العالية؟ إذا ما أردت أن أجيب بجملة واحدة فهو موضوع البصيرة والوعي. الشعب في خوزستان لديه نسبة عالية، درجة عالية من الوعي، وهذا لا يرتبط بقومية، وأشرت قبل ذلك بالقوميات. السيد رئيسي ظهر بعيدا عن التحزب وبعيدا عن الأجنحة، بل ركز على دعم المصالح القومية وكذلك دعم حقوق القوميات وخاصة القوميات الحدودية، وهو سافر إليهم وكان إلى جانبهم واستمع إلى همومهم ووعدهم واستمع إلى مطالبهم وهم يثقون به. وأنا من هنا أحيي إخواني العرب في خوزستان لأنهم أثبتوا بأنهم كما كانوا إلى جانب الثورة فهم رصيدا قويا لهذه الثورة. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا اليوم في استوديوهات الميادين في العاصمة الإيرانية طهران، الدكتور محمد عنبري المحلل السياسي، كل شكر لك. شكرا لك دكتور.
نختم هذه النشرة مع كواليس تغطيتنا للانتخابات الرئاسية الإيرانية. إلى اللقاء. إلى اللقاء.